أحمر رحيم، نبدأ المحاضرة الخامسة. سوف نتحدث في هذه المحاضرة عن الفكر الفلسفي السياسي ومبادئ الثورات الكبرى كمصدر لحقوق الإنسان. طبعاً كان بإسهامات الفلاسفة والمفكرين السياسيين ومبادئ الثورات الكبرى زي الثورة مثلاً الفرنسية، كان لها دور لا ينكر في صياغة نظرية حقوق الإنسان. لذلك سوف نبدأ في هذه المحاضرة بإذن الله نستعرض لأبرز إسهامات الفكر الفلسفي والسياسي، ثم بعد ذلك نبين أهم المبادئ الكبرى التي جاءت لها الثورات الإنسانية الكبرى. قلنا هناخذ بإذن الله الثورة الفرنسية نموذج، هناخذ إعلان حقوق الإنسان والمواطن، يعني لأن الثورة الفرنسية قلنا تعتبر من أنجح الثورات على يعني كمصدر قانوني تاريخي، لأن هذه الثورة ساهمت بشكل كبير في صياغة نظرية حقوق الإنسان. إذا نبدأ أول حاجة بالفكر الفلسفي السياسي كمصدر لحقوق الإنسان. طبعا تطور الفكر الفلسفي حول حقوق الإنسان ومع مرور الزمن، كان يستند في البداية على فكرة القانون الطبيعي. طبعا هذه الفكرة كانت في بدايتها عبارة عن فكرة فلسفية عند الإغريق، ثم تطورت بعد ذلك هذه الفكرة الفلسفية التي عرفت عند الإغريق إلى فكرة قانونية عند الرومان. بعد ذلك في مرحلة أخرى تطورت إلى فكرة سياسية عند رجال الثورة الفرنسية. ففكرة القانون بحد ذاتها لما نجي نشوفها مثلا عند الإغريق، لما قلنا أن هي عند الإغريق عبارة عن فكرة فلسفية، كانت مرتبطة بفكرة العدالة، كانت مرتبطة عند الإغريق بفكرة العدالة التي تعبر أو التي تعني عبارة عن متى العليا، تعبر عن السعادة التي يتخيل المرء من خلالها مفهوم الحرية والعدالة. لذلك عرف أرسطو العدالة العامة والعدالة الخاصة. طبعا أرسطو من فقهاء الإغريق أو من المفكرين الإغريق القدامى المعروفين، كان في أبحاثه ودراساته دور كبير في تطور القانون في شتى المجالات. طبعا عرف قلنا احنا أرسطو العدالة العامة والعدالة الخاصة. العدالة العامة كانت تعني عنده هي ذلك السلوك المتفق مع القوانين الأخلاقية، وهي تشمل كل الفضائل التي يجب على الإنسان أن هو يتحلى بها. طبعا هذا المقصود بالعدالة العامة. أما العدالة الخاصة فكانت تعني عنده ألا يأخذ المرء شيئا أكثر أو أقل من نصيبه من ثروة المجتمع، فهي عبارة عن فضيلة اجتماعية يجب المرء أن هو يتحلى بها، بحيث أن المرء قلنا أو الإنسان لا يأخذ شيء أكثر أو أقل من نصيبه في ثروة المجتمع. طبعا هذه فكرة العدالة عند الإغريق. بعد ذلك قلنا فكرة هذه العدالة أصبحت عند الرومان تطور مفهومها بحيث أن هي أصبحت أو أصبح يقصد بها إيتاء كل ذي حق حقه دون مساس الصالح العام. فالقانون عند الفقيه الروماني سيلاس مثلا هو فن الخير والعدالة، يعني عرفنا القانون قال هو فن الخير والعدالة. ولكن على الرغم من ذلك أن فكرة حقوق الإنسان قلنا لم تكن موجودة بمعناها المعروف حاليا. صحيح أن الإغريق والرومان عرفوا فكرة العدالة، لكن مع ذلك قلنا أن هما فكرة حقوق الإنسان لم تكن موجودة بمعناها المعروف حاليا. والسبب في ذلك هو الصراع الطبقي، طبعا بين الثورة الصراع الطبقي بعد الثورة الصناعية الكبرى في القرن الثامن عشر عند الإغريق أو الرومان أو عند غيرهم. في الحرية والمساواة كان لها مفاهيم تختلف عما هو مفهوم أو عما هو يقصد به أو معلوم عندنا حول مفهوم العدالة. مثلا احنا طبعا لأن في صراع طبقي قلنا أو في المجتمع كان في طبقات، ففكرة العدالة كانت كنا غير معروفة في مفهومها الحالي في وقتنا، يعني بالمفهوم الحالي. ليش؟ لأن مثلا لما نجي نشوف في نظام الرق، نظام الرق مثلا كان نظام معترف به كنظام اجتماعي واقتصادي لا غنى عنه في المجتمعات القديمة. الآن يعد
يعني لما نجي نشوف احنا النظام الرق نجد انه هو يعتبر وصمة عار في حق البشرية، بينما في المجتمعات القديمة قلنا انه هو يعتبر فيه انه هو نظام معترف به كنظام اجتماعي واقتصادي. فمثلا ارسطو في مذهبه حول الرق خاصة في كتابه السياسة كان يقره بشكل واضح بوجود سادة وعبيد، يعني هذا يعتبر انه هو امر طبيعي وجود سادة وعبيد في المجتمعات، خاصة مثلا في المجتمع اليوناني كان يعتبر كنا وجود سادة وعبيد امر طبيعي في المجتمع اليوناني، ويراه امر طبيعي كما يراه انه هو ضروري وصالح للمجتمع اليوناني سواء كان من الناحية الاجتماعية او من الناحية الاقتصادية. بعد ذلك تطور مفهوم القانون الطبيعي الى مفهوم ديني، الى مفهوم ديني، يعني مفهوم القانون الطبيعي كان تعني به العدالة عند قلنا الرومان والاغريق. بعد ذلك في مرحلة اخرى تطور الى مفهوم ديني عند توماس الاكويني او توما الاكويني. ايضا جاء مذهب جديد بعد ذلك اطلق عليه المذهب الاسمى، هذا المذهب انتشر في اوروبا باكملها، فقد انتشر في المانيا عن طريق العديد من الفقهاء منهم لوثر، ايضا في انجلترا عن طريق باكون وهوبز ولوك وهوم وغيرهم. طبعا مضمون هذا المذهب او المذهب الاسمى يرتكز على فكره الفرديه، اي ان فلسفه الفرديه كانت تعتمد على الافراد باعتبارهم كيونات حقيقية أو كيانات حقيقية أطلق عليها أسماء محددة. فالأسماء العامة كالحيوان قلنا والإنسان هي أدوات مفيدة تعين مجموعة من الأفراد. بعد ذلك جاءنا مذهب آخر وهو مذهب جون سكوت، والذي اعتنق المذهب الفردي ومن خلال مذهبه تحدث عن القضايا القانونية وخاصة حقوق الملكية الفردية وعلاقتها بالملكية العامة. الملكية الفردية هي ملكية الأفراد وعلاقتها بالملكية العامة التي تكون للمجتمع أو للدولة. يرى أن الآلهة أباحت للناس التمتع بالملكيات الخاصة التي يجب الرجوع إلى القوانين الدنيوية في بيان كيفية توزيعها، وهو بهذا مهدنا الطريق للمبادئ الواردة في نظرية العقد الاجتماعي، نظرية العقد الاجتماعي التي نادى بها جان جاك روسو وهوبز وجون لوك. طبعا بعد عدة تطورات أخرى خطيرة في ظهرت فكرة القانون الطبيعي الكامنة في الإنسان والتي يكشف عنها العقل الذي أوضعه الله في الإنسان من الأخلاق، ومن الأخلاق انبثق القانون. يعني حسب طبعا النظريات القديمة رأوا أنه من الأخلاق انبثق القانون، أي أن حقوق الإنسان ذات جذور أصيلة في الطبيعة البشرية وأنها كامنة فيهم بسبب إنسانيتهم، وأنها كامنة فيهم قلنا بسبب إنسانيتهم. وقد أطلق على هذه الحقوق الحقوق الطبيعية نتيجة قلنا لحلول فكرة الطبيعة محل فكرة القانون. فإن جون لوك ذهب إلى بعد من ذلك عندما افترض وجود حالة طبيعية سابقة على المجتمع المدني وأنه كان يسودها حكم العقل. وجود حالة طبيعية قلنا يرى أن هي حالة طبيعية سابقة على المجتمع المدني وأنه يسودها حكم العقل. لذلك من خلال كل هذه التطورات يمكن أن نقول أن هناك مدارس رئيسية فلسفية في العصر الحديث استمدت قلنا أفكارها من الأفكار القديمة سواء كانت عند الأغريق والرومان عندما نظروا إلى فكرة القانون أن هو ربطه بفكرة العدالة، قلنا لكن مفهوم العدالة اختلف عما هو معروف في يعني عما هو معروف في وقتنا الحالي. ليش؟ لأنهم مثلا نادوا نتيجة انتشار نظام الطبقي نادوا به تطبيق العديد من الأنظمة التي الآن تعتبر وصمة عار في حق البشرية، من بينها مثلا نظام الرق. كانوا يرون أن نظام الرق هذا حق طبيعي للمجتمعات ومن أجل ازدهار المجتمعات اجتماعيا واقتصاديا فلابد أن ينقص المجتمع إلى سادة وعبيد. وكل هذه الأمور مهدت بعد ذلك إلى ظهور فكرة القانون الطبيعي، وما طبعا فكرة القانون الطبيعي وما ترتب عليه
من ظهور عدة نظريات نادى بها العديد من المفكرين في تلك المرحلة، منها توماس أكويني، قلنا هوبز، جان جاك روسو، جون لوك، هؤلاء الذين مهدوا إلى نظرية العقد الاجتماعي. في هذه النظرية اعتبروا أن وجود أن القانون أو الحقوق الطبيعية للإنسان هي عبارة عن حالة طبيعية سابقة على المجتمع المدني، وأنه كان يسودها ضمن حكم العقل. قلنا لذلك ظهرت عدة مدارس في الفلسفية في العصر الحديث استنبطت أحكامها من آراء هؤلاء المفكرين، من مدرسة مثلا القانون الطبيعي، عندنا مدرسة القانون الوضعي. سوف نحاول بإذن الله أن نحن نتناول هذه المدارس والنظريات التي تحدثت عن فكرة حقوق الإنسان في هذه النظريات، لأن زي ما قلنا إحنا حقوق الإنسان يعني حتى لما اختلفنا في المجتمعات القديمة كانت غير معروفة يعني بقالبها القانوني أو في إطار القانوني المعروف به في الوقت الحالي. اعترف بحقوق الإنسان بشكل طبيعي، يعني حقه في الحياة، حقه في المساواة، حقه يعني مجموعة من الحقوق، لكن هنا لم يكن لها إطار قانوني كما هو الحال في الوقت الحالي عندما ظهرت القوانين الداخلية التي تنادي بحقوق الإنسان، عندما ظهرت القوانين الدولية والمنظمات الدولية التي تنادي والمواثيق والإعلانات الدولية. كل هذه المنظمات وهذه القوانين والإعلانات ساعدت أو ساهمت في حماية حقوق الإنسان بشكل واضح في الوقت الحالي. طبعاً إحنا تحدثنا فيما سبق قلنا عن تطور الفكر السياسي والفلسفي ودور المذاهب القديمة، سواء كانت عند الإغريق أو عند الرومان، كيف نظروا إلى فكرة العدالة وربطوها بفكرة حقوق الإنسان، وأن كيف كانت فكرة العدالة، قلنا أن هي فكرة مختلفة تماماً عن فكرة العدالة في وقتنا الحالي، والدليل على ذلك قلنا أن هو تقسيم من المجتمعات إلى سادة وعبيد واعترافهم بوجود نظام الأجل تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية لمجتمعاتهم. قلنا كل هذه الأفكار التي ظهرت عند الإغريق وعند الرومان ساعدت بشكل كبير في ظهور العديد من المدارس الفلسفية التي كان لها دور كبير في تطور فكرة حقوق الإنسان. طبعا قلنا هذه المدارس في العصر الحديث عندنا مدرستين حنتناولهم بإذن الله في الدراسة، اللي هي مدرسة القانون الطبيعي ومدرسة القانون الوضعي. نبدأ أولا بإذن الله بمدرسة القانون الطبيعي. طبعا انطلقت هذه المدرسة من فكرة أساسية مؤداها أن أي إنسان يعيش في جماعة منظمة، أن أي إنسان هنا يعيش في جماعة منظمة ويلزمه التمتع بالحقوق التي يستحيل عليه الحياة بدونها. يعني نظروا إلى الإنسان على ضرورة أن هو يعيش في جماعة، سواء كان طبعا هذه الجماعة نطلق عليها اسم دولة أو قبيلة أو عشيرة أو حسب يعني تطور هذه المجتمعات. ما دام أنه هذا الإنسان يعيش في هذه الجماعة فإنه من الضروري أن يتمتع بمجموعة من الحقوق التي يستحيل عليه الحياة بدونها، هي خاصة الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان، يعني الحقوق المتعلقة بالشخصية الإنسانية مثلا زي حقه في الحياة، حقه في التمتع بالحياة، أنه هو وحمايته من التصرفات الوحشية والهمجية وعدم إزهاق روحه. هذه كلها الحقوق كان ينظر إليها على أساس أن هي حقوق طبيعية وأن الثقة بالإنسان لا يجوز للإنسان أن هو يتنازل عليها. طبعا يرى أنصار هذه النظرية أن هذه الحقوق جميعها مصدرها من القانون الطبيعي. مصدرها منين؟ من القانون الطبيعي. يعتبر فلاسفة طبعا نظرية العقد الاجتماعي، نظرية العقد الاجتماعي اللي هو هوبز وجون لوك وجان جاك روسو، هؤلاء الثلاث من أبرز المفكرين الذين ساهموا في إثراء فكر هذه المدرسة كمصدر لحقوق الإنسان.
طبعا نظرية العقد الاجتماعي كما يعني احنا اخذناها في كنا مرت علينا في العديد من مواد القانون، وهي ان ربطوا الحياة في المجتمعات البشرية وكأنه هو في عقد بين الحاكم والمحكومين. تم بموجب هذا العقد تنازل الحكام او المحكومين عن مجموعة من حقوقهم في مقابل حماية الحاكم لهم، يعني كأن في عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين. المحكومين طبعا بيتنازلوا عليه مجموعة من الحقوق مقابل أن تقوم الدولة أو السلطة الحاكمة في الدولة بحماية هؤلاء الأشخاص وتوفير الأمن والأمان لهم حتى يعيشوا في ظل دولة واحدة أو في إطار يعني جماعة واحدة. يعني هذه صفة عامة فكرة العقد الاجتماعي. قلنا فكرة العقد الاجتماعي من أبرز المناظرين لها اللي هو هوبز ولوك وجان جاك روسو. طبعا فيما يتعلق بآرائهم حول يعني حقوق الإنسان، حسب آراء هؤلاء المفكرين قلنا تقوم فكرة الحقوق الطبيعية على عدة ركائز. حسب آراء هؤلاء الثلاثة المفكرين قلنا فكرة الحقوق الطبيعية، لما نقول حقوق طبيعية نقصد حقوق الإنسان، لأن ربطوا هؤلاء المفكرين فكرة حقوق الإنسان بالقانون الطبيعي، فبالتالي حتى تسميتها ما قالوش حقوق الإنسان وإنما حقوق الطبيعية. طبعا قامت على عدة ركائز. أول هذه الركائز أن هذه الحقوق وما يرتبط بها من حريات تعتبر سابقة من حيث نشأتها على الوجود السياسي للجماعة أو للدولة. يعني أن هذه الحقوق قلنا تعتبر سابقة في الوجود، يعني قبل وجود كيان الدولة ككيان اجتماعي وقانوني، لأن الأفراد يعني موجودين قبل وجود الدولة. وقلنا إحنا والدليل إن هم تنازل المحكومين عن مجموعة من الحقوق من أجل قيام الحكام بإن هم يعني يقيموا دولة، يعني دولة شبيهة بمفهوم الدولة في الوقت الحالي، لكن مقابل تنازل هؤلاء المحكومين عن مجموعة من حقوقهم. لذلك فإن هو يعني حسب آراء هؤلاء المفكرين قالوا أن هذه الحقوق وما يرتبط بها من حريات سابقة من حيث نشأتها على الوجود السياسي للجماعة أو الدولة. هذا يعني أن ثمة مسؤولية تترتب على هذه الجماعة هي الدولة، تقتضي بوجوب احترامها وعدم المساس بها. مقابل قلنا إحنا إن هو المحكوم يتنازل عن مجموعة من الحقوق، فبالتالي في المقابل قلنا إن الحكام أو الدولة يجب احترام هذه الحقوق، عليهم احترام حقوق هؤلاء الأشخاص اللي هي الحقوق الطبيعية وعدم المساس بها وحمايتها. الركيزة الثانية التي نادى بها أنصار هذه النظرية قالوا لنا أن أي تناقض يقوم بين سلطة الجماعة اللي هي الدولة وبين حقوق الأفراد وحرياتهم يتعين أن يتم حسمه لصالح هذه الأخيرة، يعني لابد أن يحسم لصالح الأفراد وليس لصالح الدولة، باعتبار أن الغاية وأن من وجود الجماعة السياسية أو الدولة إنما تكمن أصلا وأساسا في حماية هذه الحقوق وتلك الحريات. يعني أساس وجود الدول حسب أنصار هؤلاء المفكرين قلنا إن هم يرون أن الغاية والغرض من وجود الدول إن هي جاءت لحماية حقوق الإنسان وحرياتهم، قلنا مقابل تنازل هؤلاء الأفراد أو المحكومين عن مجموعة من الحقوق. الركيزة الثالثة يرون أن مبدأ الحرية يشكل قاعدة الوجود السياسي، وهو ما يعني أن سلطة الدولة مقيدة لصالح حقوق الأفراد وحرياتهم. يعني الحرية قلنا هو تمثل لنا قاعدة الوجود السياسي، لكن هذا يعني أنه هو في نفس الوقت أن سلطة الدولة دائما بتكون قلنا مقيدة لصالح حقوق الأفراد وحرياتهم بناء على نظرية أو وفقا لنظرية العقد الاجتماعي. طبعا هذه النظرية تعرضت يعني للانتقاد، ونأتي الآن إلى تقدير هذه النظرية. طبعا على الرغم من إحنا تمنع من إسهام هذه المدرسة في بناء نظرية حقوق الإنسان وفكرة العقد الاجتماعي، يكون إحنا استفاد منها القانونيين في كل فروع القانون. يعني هذه النظرية كانت لها دور كبير خاصة مثلا في القانون الدستوري أو العلوم السياسية، فكانت إسهامات هذه المدرسة
كبيرة في بناء نظرية حقوق الإنسان، لكن يؤخذ على هذه النظرية أنها جامدة وأنها جمدت لهذه الحقوق، نظرتها الجامدة هنا لهذه الحقوق، يعني ترى حقوق الإنسان بنظرة جامدة وليست نظرة مرنة، فثابت أنه ليس هناك حقوق طبيعية أزلية مثبتة الصلة بوجود الإنسان ككيان اجتماعي في إطار الجماعة السياسية التي ينتمي إليها. يعني لا يمكن أن نقول بوجود حقوقنا الطبيعية أزلية، لكن الصحيح هو أن ما يحيط بهذه الجماعة من متغيرات، ما يحيط بهذه الجماعة قلنا من متغيرات، ربما يجعل هذه الحقوق تختلف بالقطع ولو جزئيا من جماعة إلى أخرى. كان هذا أبرز الانتقادات التي وجهت إلى هذه المدرسة، باعتبار أن قلنا نظرتها تكاد تكون جامدة لحقوق الإنسان. ليش؟ لأن الحقوق، يعني حقوق الإنسان فيها نوع من التغيير، ربما تمر بين مجموعة من المتغيرات سواء كانت جزئية أو كلية، يعني تختلف من جماعة إلى أخرى. أيضا أن دائما نلاحظ أن حقوق الإنسان، يعني موضوع حقوق الإنسان دائما في تطور مستمر، فمثلا حتى في السابق ظهرت مجموعة من الحقوق، لكن مع تطور الوقت أصبح كل يوم نسمع يعني بحقوق جديدة، كل يوم نسمع بحقوق جديدة. إذا هذا ما يتعلق هنا بمدرسة القانون الطبيعي. كنا هذه المدرسة انطلقت من فكرة أساسية، وهي أن أي إنسان كنا يعيش في جماعة منظمة، من خلال عيشه بهذه الجماعة لابد أن هو يتمتع بمجموعة من الحقوق التي يستحيل الحياة بدونها، ويرون أن هذه الحقوق أزلية وطبيعية مستمدة ومصدرها الطبيعي يكون من القانون الطبيعي. قلنا يعتبر فلاسفة نظرية العقد الاجتماعي، وهم ثلاث فلاسفة، هوب جون لوك و جان جاك روسو، من أبرز المفكرين الذين ساهموا هنا في تطور فكر هذه المدرسة وإطرائها لنظرية حقوق الإنسان. قلنا يرى هؤلاء المفكرين أن فكرة هذه الحقوق تقوم على مجموعة من الركائز، من بين هذه الركائز قالوا أن هذه الحقوق وما يرتبط بها من حريات هنا تعتبر سابقة من حيث نشأتها على الوجود السياسي، يعني حقوق الإنسان سابقة في وجودها على الوجود السياسي أو للجماعة أو ما يسمى بالدولة، وبالتالي يجب على الدولة أو الحكام أو طبقة الحكام أنهم يحترموا احترام هذه الحقوق. أيضا يرى أنصار هذه النظرية أن أي تناقض يقوم بين سلطة الجماعة اللي هي الدولة وبين حقوق الأفراد وحرياتهم يجب أن يتم حسمه لصالح الأفراد و يعني لصالح الفئات المحكومين أو لصالح الأفراد على حساب الدولة. أيضا قلنا من الركائز التي قامت عليها هذه النظرية، يرون أن مبدأ الحرية يشكل ما قاعدة الوجود السياسي، مبدأ الحرية يشكل قاعدة الوجود السياسي، وهو ما يعني قلنا أن سلطة الدولة مقيدة لصالح حقوق الأفراد وحرياتهم. طبعا قلنا على الرغم من أن هذه المدرسة خاصة نظرية العقد الاجتماعي لاقت رواجا كبيرا في أوروبا وبعد ذلك في العالم ككل، واستفاد يعني دراساتنا أو دراسات إلى وقتنا الحالي مستفيدة من هذه النظرية ومن الإضافات التي أثرتها على العلم القانوني، لكن قلنا تعرض هذه المدرسة للانتقاد من ناحية أن هي تنظر إلى حقوق الإنسان على أساس أن هي حقوق جامدة أزلية، حقوق طبيعية قلنا أزلية جامدة، ولكن الحقيقة أن حقوق الإنسان قلنا فيها نوع من المرونة متغيرة بتغير الزمان والمكان، هي كل يوم يعني تطلع لنا حقوق جديدة. لذلك ظهرت لنا مدرسة أخرى اللي هي مدرسة القانون الوضعي. نحن قلنا أخذنا فيما سبق اللي هما المدارس قلنا المدارس التي اهتمت، المدارس الفلسفية التي اهتمت بفكرة حقوق الإنسان. أخذنا فيما سبق اللي هي مدرسة القانون الطبيعي التي نادى بها أنصار نظرية العقد الاجتماعي،
توماس هوبز، جان جاك روسو، وجون لوك. هؤلاء الفقهاء الثلاثة يرون أن فكرة حقوق الإنسان هي عبارة عن حقوق طبيعية أزلية سابقة في وجودها على الكيان السياسي أو على الدولة بمفهومها العام. يرون أن مصدر هذه الحقوق اللي هو فكرة القانون الطبيعي، وأن أنهم نادوا بمجموعة من الركائز، أو قامت هذه النظرية على مجموعة من الركائز فيما يتعلق بنظرية حقوق الإنسان. يرون أن هذه الحقوق كنا سابقة من حيث نشأتها على الوجود السياسي للجماعة أو للدولة، وبالتالي هناك مسؤولية من على هذه الجماعة أو على الدولة تقتضي باحترام حقوق الإنسان. أيضا يرون أن هناك تناقض يقوم بين سلطة الجماعة أو لو في حالة أي تناقض بين سلطة الجماعة اللي هي الدولة وبين حقوق الأفراد وحرياتهم، يجب أن يتم حتم هذا التناقض الأخير لصالح الفئة الأخيرة اللي هي فئة الأفراد وحريات الأفراد وحقوقهم. أيضا يرى أنصار هذه النظرية، يقول أن مبدأ الحرية يشكل قاعدة الوجود السياسي، وهذا يعتبر أن سلطة الدولة مقيدة دائما بتكون مقيدة لصالح حقوق الأفراد وحرياتهم. طبعا على الرغم من إسهامات هذه المدرسة ودورها في خدمة القانون، لكن تعرضت إلى الانتقاد بحيث أن هي كانت تنظر لأنها كانت تنظر إلى فكرة حقوق الإنسان أن هي فكرة جامدة، حقوق طبيعية أزلية جامدة هنا، ولكن حقيقة الأمر أن القانون ينظر دائما إلى حقوق الإنسان على أساس أن هي فكرة متغيرة تتغير جزئيا أو كليا من جماعة إلى أخرى وبمرور الوقت. لذلك ظهرت مدرسة أخرى أثر انتقاد مدرسة القانون الطبيعي، ظهرت لنا مدرسة أخرى اللي هي مدرسة القانون الوضعي. طبعا انطلق أنصار هذه النظرية انطلق أنصار بنا هذه النظرية من خلال التجديد على حتمية وضع الحقوق الأساسية للإنسان في قوالب قانونية مناسبة ومقبولة. يعني من الضروري أن عندما نتحدث عن فكرة حقوق الإنسان لابد أن تكون في قوالب قانونية مناسبة ومقبولة حتى يضمن احترام هذه الحقوق، وبالتالي يتم توفير كافة الضمانات القانونية لحماية هذه الحقوق، سواء كان طبعا ضمانات من خلال النصوص القانونية يعني من نص عليها في تشريعات أو قوانين معينة، أو من خلال حماية هذه الحقوق وذلك بإعطاء المجال أو الفرصة للأفراد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم التي تعرضت للانتهاك. لذلك لابد أن يتم توفير مجموعة من الضمانات حسب آراء أنصار هذه النظرية، من هو ضروري أن يتم توفير مجموعة من الضمانات. طبعا ظهرت في إطار هذه المدرسة أفكار مهمة أثرت في مفاهيم حقوق الإنسان في الفكر السياسي الأوروبي في تلك الحقبة أو في تلك الفترة. إذن عندما ظهرت مادة القانون الطبيعي ونادت بضرورة أن يكون الحقوق الإنسانية ضروري من وضعها في قوالب قانونية مناسبة، وضرورة توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان، وأن كل هذا أثر في مفاهيم حقوق الإنسان في الفكر السياسي الأوروبي. طبعا من هذه الأفكار التي تم التأثير عليها يعني التي استمدت آرائها من مادة القانون الوضعي، عندنا نظرية مونتسكيو حول مبدأ الفصل بين السلطات. طبعا مونتسكيو نادى بمبدأ الفصل بين السلطات، فقال إنه هو أولا ضروري إنه يتم فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية، حيث أن السلطة المدنية يختص بها رجال الدين سواء كان في الكنائس أو غيرها، أما السلطة المدنية فهي متركزة في السلطات الحاكمة في الدولة والنظام القانوني في الدولة. لما نجي نشوف السلطة المدنية قال ضروري أنه هو يتم الفصل بين السلطات الثلاث، قسمنا السلطات إلى ثلاث سلطات: سلطة تشريعية، تنفيذية، قضائية. السلطة التشريعية مهمتها سن وتشريع القوانين، وتمثلها عادة أو يمثلها عادة البرلمان في الدولة، فهو الجهة المختصة بسن هذه القوانين. بعد ذلك نأتي إلى السلطة الثانية اللي هي السلطة التنفيذية، وهذه السلطة اللي مهمتها تنفيذ القوانين الصادرة
عن السلطة التشريعية. عادة من يمثل هذه السلطة التنفيذية؟ يمثلها اللي هو الحكومات، باعتبار أن هي الجهاز التنفيذي للقوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية. السلطة الثالثة هي السلطة القضائية، وهي مهمتها اللي هي الفصل في أي نزاع أو خلاف يحدث بين الأفراد أو السلطة الحاكمة أو بين الأفراد بينهم. من يمثل السلطة القضائية؟ يمثلها المحاكم بمختلف درجاتها وبمختلف أنواعها. طبعا نظرية مونتسكيو هذه تهدف تقولنا الحد من تركز السلطة في يد الحاكم، بحيث إن ما تكونش السلطة في يد الحاكم، لأن في السابق كان الملك أو الحاكم أو الرئيس كان عنده مجمع السلطات الثلاث: تشريعية، قضائية، تنفيذية. فكان هو الذي يصنع القانون ويضعه، أيضا هو الذي يطبق هذا القانون أو بنفسه، وأيضا هو الذي يوقع الجزاء أو العقوبة في حال مخالفة الأشخاص أو الأفراد لهذه القوانين. طبعا كنا جاءت هذه النظرية عندما نادت بالفصل بين السلطات، يعني لابد أن يكون في الدولة سلطات تشريعية، قضائية، تنفيذية، وكل جهة أو كل سلطة لها جهة خاصة بها، يعني تمارس هذه السلطة. هذه الحالة قلنا الغرض من هذه النظرية الحد من تركز السلطة في يد الحاكم. أيضا نادت هذه النظرية بمبدأ الديمقراطية، وأيضا جعلت الفرد محور اهتمامها الرئيسي، وركزت على حماية حقوق الفرد خاصة الحقوق الشخصية. نأتي الآن إلى تقدير هذه النظرية، يعني شو قيمة هذه النظرية من الناحية القانونية، وهل هي مازال مقبول بها، أو يعني هل تعرضت للنقد أم لا. الحقيقة أنا على الرغم من بعض الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية، إلا أن هذه النظرية نلاحظ أن هي أسهمت وبدرجة كبيرة في تشكيل الأساس الفكري الذي انبنت عليه عملية تقنين حقوق الإنسان على المستويين العالمي والإقليمي على حد سواء، وبالذات فيما يتعلق بتحديد مضمون هذه الحقوق ونطاق التمتع بها، أيضا فيما يتعلق بالضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوق الإنسان. إذا انقسامات هذه النظرية قلنا أن هي كان لها دور كبير في أن هي أسهمت في تطور حقوق الإنسان خاصة على المستويين العالمي، في إطار مثلا منظمة حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فكلها يعني كانت ترجع عند وضع هذه الحقوق وتأثيرها الإدارة القانونية، كانوا بيرجعون إلى الإسهامات الفكرية والفلسفية هنا الصادرة عن المتفكرين فيما سبق. فبالتالي كنا هذه النظرية ساهمت يعني سهم كبير في مجال حقوق الإنسان على المستويين العالمي والإقليمي. أيضا هذه النظرية كان لها دور كبير في تحديد مضمون حقوق الإنسان، ونتم ونحن دراسة هذه الحقوق، يعني في أو وضع حقوق الإنسان في قوالب قانونية، وبالتالي تم تحديد مضمون هذه الحقوق، أيضا نطاق التمتع بهذه الحقوق، لأن حقوق الإنسان وإنما ليست مطلقة على الإطلاق، وإنما هي مقيدة، دائما نقول إن هي مقيدة بحيث إن هي لا تتعدى المساس في حقوق الآخرين، في حقوق الإنسان. حتى الإنسان طبيعي يعني لا يمارس حقوقه، لكن في إطار إنه لا يتعدى إطار معين، بحيث إنه لا يعتدي على حقوق غيره. أيضا هذه النظرية كان لها دور كبير في ما يتعلق بتقرير الضمانات، سواء كانت هذه الضمانات قانونية، تشريعية، قضائية. كل هذه الضمانات كانت كفيلة بحماية حقوق الإنسان. لذلك يمكن القول بأن هذه النظرية ساهمت مساهمة كبيرة في تطور الفكر الفلسفي والفكر السياسي المتعلق بدراسة حقوق الإنسان. إذا النظريات قلنا عندنا نظرية القانون الطبيعي ونظرية القانون الوضعي، تعتبر من أهم النظريات التي ساهمت مساهمة كبيرة في تبلور فيما بعد في التطور أو كان نقول مثلا مركز إلهام للتطورات القانونية التي حدثت في مجال حقوق الإنسان فيما بعد.
خاصة في الثورات الكبرى زي الثورة الفرنسية، إعلان حقوق الإنسان المواطن، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذه كلها التقت أفكارها من المدارس الفلسفية والمدارس القديمة حسب تصورها الذي تناولناه في هذه المحاضرة. ننتقل الآن بإذن الله بعد ما تناولنا المدارس الفلسفية سواء كانت مسألة القانون الوضعي أو مسألة القانون الطبيعي ودورها في إثراء فكرة حقوق الإنسان، ننتقل الآن إلى موضوع آخر اللي هو مبادئ الثورات الكبرى ودورها كمصدر لحقوق الإنسان. طبعا حناخذ بإذن الله هي الثورة الفرنسية التي حدثت عام 1789 كمثال أو كنموذج عن هذه الثورات الكبرى. طبعا قلنا احنا بالنسبة للاهتمام الغربي، الاهتمام الغربي بحقوق الإنسان بدأ بالأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789، والتي ينسب لها بأنها هي التي وضعت أول وثيقة مهمة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية. إذا كانت الثورة الفرنسية قلنا هي من الناحية القانونية لما نتكلم عن حقوق الإنسان أساسها يعني ظهر من حيث التأصيل القانوني لها من إعلان حقوق الإنسان والمواطن. هذا الإعلان اللي صدر في الثورة الفرنسية كان هو بداية شرار المناداة فكرة حقوق الإنسان يعني حسب تطورها في وقتنا الحالي. لذلك يقولون هذه النظرية ينسب لها أن هي التي وضعت من أول وثيقة مهمة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية. عرفت هذه الوثيقة هنا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن. ثم بعد ذلك عمدت الثورة الفرنسية إلى تضمين الدستور الفرنسي الجديد في تلك الفترة الذي أصدرته في تلك الفترة إلى مشمل الأفكار الواردة في الوثيقة المشار إليها اللي هي نصب بها وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن. لتكتسب هذه الحقوق والحريات المشمولة فيه صفة قانونية دستورية. يعني جاءت هذه الوثيقة عقب قيام الثورة الفرنسية إلى وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن. بعد ذلك قام رجال القانون بتضمين هذه الوثيقة أو بوضع هذه الوثيقة والحقوق المنبثقة عنها، تم إضافتها إلى الدستور الفرنسي الجديد، فبالتالي تم وضع هذه الحقوق في قوالب قانونية معينة حتى تكتسب صفة قانونية ودستورية. اعتمدت آراء واعتمدت هذه الوثيقة فيما تضمنته من أفكار على عدة مصادر. هذه الوثيقة هي إعلان حقوق الإنسان والمواطن لما نادت في مجموعة من الحقوق. طبعا رجعت إلى العديد من المصادر من الفلسفية والفكرية السابقة على قيام الثورة الفرنسية. من بينها أول حاجة عندنا آراء المفكر الفرنسي جان جاك روسو، هذا كما تحدثنا عنه أنه أحد أبرز مفكرين نظرية العقل الاجتماعي الذي نادى بوجود كأنه هو هناك عقد اجتماعي بين المحكومين والحكام، يقوم فيه المحكومين بالتنازل عن مجموعة من الحقوق إلى السلطة الحاكمة مقابل حماية السلطة الحاكمة لحقوقهم الأخرى، وأن هذه الحقوق هنا كانت حسب هذا المفكر وغيره من مفكرين نظرية العقد الاجتماعي يرون أن هذه الحقوق هي حقوق طبيعية أزلية سابقة في وجودها على وجود الدولة، وبالتالي في حالة وجود أي تعارض بين سلطة الدولة وهؤلاء المحكومين أو هؤلاء الأشخاص وحقوقهم وحرياتهم فيتم تغليب حقوق وحريات المحكومين على السلطة الحاكمة. إذا آراء هؤلاء المفكرين هم أنصار نظرية العقد الاجتماعي كان لها دور كبير في إصدار هنا وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية. أيضا المصدر الثاني من مصادر هذا الإعلان أن إعلان حقوق الاستقلال الأمريكي. حقوق الاستقلال الأمريكي صدر قبل الثورة الفرنسية، صدر سنة 1776، وتضمن هذا الإعلان إشارات صريحة ومهمة بشأن حقوق الإنسان. من ذلك مثلا تأكيده على لسان واضعيه على مبدأ المساواة بين البشر في الحقوق والواجبات. نأخذ النص اللي هو الموجود في إعلان حقوق الاستقلال الأمريكي عندما قالوا إننا نؤمن
فإننا نؤمن بأن الناس جميعاً سلوك سواسية، وأن خالقهم قد وهبهم حقوقاً لا تقبل المساومة، منها حق الحياة وحق الحرية والسعي لتحقيق السعادة. كانت هذه الأفكار الموجودة في هذه الوثيقة إن هي مثلاً زي الشعلة للأبصار أو مفكري الثورة الفرنسية، حيث أثرت فيها يعني فيها الأفكار التي نالت فيها الثورة الفرنسية، حيث استفادت أيضا استفادت أنصار الثورة الفرنسية من التراث القانوني الإنجليزي ذي الصلة، وأيضا الأفكار أو التراث القانوني الإنجليزي زي ما نعرف اللي هو المعروف بوثيقة الوثيقة العظمى أو وثيقة العهد الأعظم صادرة سنة 1215، كانت لها تأثير كبير في إصدار إعلان حقوق الإنسان والمواطن ضمن المنبثق أو الصادر عن الثورة الفرنسية. فهذا الإعلان قلنا أنه هو استفاد من الأفكار والدراسات والمدارس اللي قبلها، سواء كان الأفكار المادة العقد الاجتماعي أو إعلان حقوق الإنسان والمواطن أو إعلان استقلال حقوق الإنسان الأمريكي، وأيضا استفادوا من التراث الإنجليزي في وثيقة العهد الأعظم أو الوثيقة العظمى أو ما تسمى بالماجنا كارتا اللي صدرت من 1215. الآن نأتي إلى المبادئ والحقوق التي تضمنها وثيقة حقوق الإنسان التي أعلنتها الثورة الفرنسية. نادت بمجموعة من المبادئ والحقوق نتناولها بإذن الله. أول مثلا هذه الحقوق تكلمنا أن الناس يولدون ويظلون أحرار متساويين في الحقوق، إذا هذا الحق الأول اللي نادت به وثيقة حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية، قال أن الناس يولدون ويظلون أحرار ومتساويين في الحقوق، يعني حق الإنسان في الحياة إضافة إلى التساوي في الحقوق. أيضا المبدأ الثاني الذي نصت عليه أن حقوق الإنسان الطبيعية الخالدة، حقوق الإنسان قالوا هذه حقوق الطبيعية الخالدة، هذه استقاها من فكرة نظرية العقد الاجتماعي الذي نادى في أن أنصرها به مجموعة من الحقوق الطبيعية. فقالوا أن هي حقوق الإنسان الطبيعية الخالدة هي الحرية والملكية والأمن ومقاومة الطغيان. أيضا أن القانون لا يحظر إلا الأعمال الضارة بالمجتمع، يعني القانون لا يحظر إلا الأعمال الضارة بالمجتمع، أما إذا كان العمل غير ضار بالمجتمع فلا يوجد عليه حظر، وبالتالي بالعكس أن القانون يشجع على قيام الإنسان بكافة الأعمال التي تساعد في بناء البشرية. أيضا أنصار هذه أو أفكار الثورة الفرنسية قالوا أن السيادة للشعب، وأن القانون تعبير عن إرادته، ولكل مواطن حق الإسهام في وضعه. أيضا من الأفكار التي ولدت في وثيقة حقوق الإنسان هذه التي أعلنتها الثورة الفرنسية أن لجميع المواطنين حقوقا متساوية في كافة المناصب والوظائف العامة وفقا لكفاءاتهم، ولا تمييز بينهم إلا بفضائلهم ومواهبهم. أيضا من الحقوق التي نادت بها قلنا وثيقة حقوق الإنسان التي أعلنتها الثورة الفرنسية أنه لا عقاب إلا على الأعمال التي يقرر العقاب عليها قانون سابق على تاريخ ارتكابها. كذلك أن لكل متهم أو أن كل متهم مفروض أنه هو بريء حتى تثبت إدانته. طبعا هذه الأفكار كلها ساعدت بعد ذلك في المستقبل أن هي وضعت العديد من المبادئ العامة في القانون، من بينها مثلا دور الحق. هذا مثلا عندنا قاعدة قانونية واضحة معروفة تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذه التقط أفكارها أو هذه القاعدة هي انبثقت من حقوق الإنسان التي أعلنتها الثورة الفرنسية. أيضا من بين الحقوق التي أعلنتها الثورة الفرنسية أن لكل فرد هنا حرية الرأي والعقيدة ما لم تخل ممارستها بالنظام العام، يعني كل حق يعني كل فرد له حق ممارسة حرية الرأي والتعبير ما لم يضر في النظام العام، يعني ما تكونش الأفعال التي يقوم بها أو في تعبير عن الرأي أو في ممارسة حرية التعبير عن الرأي والعقيدة إخلال بالنظام العام. أيضا من الحقوق التي
تضمنتها وثيقة حقوق الإنسان التي تضمنتها والتي أعلنتها الثورة الفرنسية، أن لكل مواطن حق الكلام، كل مواطن حق الكلام والكتابة دون إسراف في استعماله. طبعا منذ ذلك الحين، يعني منذ انطلاق الثورة الفرنسية أو قيام الثورة الفرنسية، أخذت هذه الأفكار الجديدة تنتشر في أوروبا، وبعد ذلك انتشرت على مستوى العالم، حتى صار ينظر إليها أن هي مصدر مهم من مصادر حقوق الإنسان في الأنظمة القانونية الوضعية. إذا لما نتكلم عن مصادر حقوق الإنسان في القوانين، نجد دائما المصدر الأول الأفكار التي نادت فيها الثورة الفرنسية، أو أن الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان والمواطن كان لها دور كبير هنا في إبراز حقوق الإنسان. نستكمل طبعا مصادر حقوق الإنسان. طبعا احنا خدنا حقوق الإنسان في يعني في فترة التعليم الدينية، ثم بعد ذلك تناولناها في الفكر الفلسفي والسياسي، قلنا أو أخذنا المدارس القانون الطبيعي والقانون الوضعي، ثم تناولنا بعد ذلك الثورات الكبرى وتأثيرها أو دورها في اعتبارها مصدر لحقوق الإنسان، وأخذنا نموذج اللي هو الثورة الفرنسية. الآن نأخذ التشريعات الدستورية الوطنية كمصدر داخلي لحقوق الإنسان وفقا للإعلان الدستوري الليبي الصادر في 3/8/2011. طبعا كما نعلم احنا أن الدستور في أي دولة هو الذي يحدد ويشير إلى المبادئ العامة التي تكفل الأفراد أو المواطنين التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية. وتأسيسا على ذلك، فإن المبدأ هو أن وجود الدستور بالنسبة لأي دولة هو من الأمور التي يلزم تحققها لاعتبار هذه الدولة أو تلك دولة قانون. الأمر الذي يعد خضوع الدولة للقانون أو ما يعرف بمبدأ سيادة القانون من أهم الضمانات اللازمة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. فالدستور كما نعلم اليوم هو صار المصدر الأول المباشر لحقوق الأفراد وحرياتهم، ليس فقط من خلال تحديد ماهية هذه الحقوق وتلك الحريات، وإنما أيضا من خلال وضع الضوابط التي تكفل مباشرتها والتمسك بها وإقامة علاقة التوازن بينها. إذا الدستور يعتبر وثيقة مهمة في كل دولة، يعني حتى نقول إن هي دولة قانون لابد أن تحتوي الدستور. الدستور يعتبر في قمة يأتي الهرم القانوني في الدولة. عادة الدستور تحتوي على مجموعة من الحقوق أو نص على مجموعة من الحقوق، بحيث أن هي تكفل للأفراد مجموعة من الحقوق التي يجب التمتع بها. إذا سوف نتناول بإذن الله دراسة ماهية هذه الحقوق والحريات وفقا للإعلان الدستوري الصدر في ليبيا في 3/8/2011. بعد ذلك بعد ما نتناول هذه الحقوق والحريات، ندرس ضماناتها أو الضمانات القانونية التي وفرها الإعلان الدستوري لحماية هذه الحقوق والحريات الأساسية للإنسان. أولا بالنسبة لهذه الحقوق، نصنا الإعلان الدستوري مجموعة ونص على مجموعة من الحقوق. عندنا الحقوق الشخصية للفرد، طبعا تضمن الإعلان الدستوري الحقوق الشخصية التالية للفرد. أول هذه الحقوق هو أن حق الإنسان في ممارسة حرياته الأساسية، حيث نصت المادة السابعة من هذا الإعلان على أنه تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة لله في الأرض. كان هذا الحق الأول اللي نصنا عليه الإعلان الدستوري الليبي، هو حق الإنسان في ممارسة حريته الشخصية. ثاني هذه الحقوق هي حق الإنسان في عدم التدخل التعسفي في حياته الخاصة أو مسكنه أو مراسلاته. أكد هذا الإعلان قلنا في المواد 11 و12 و13 على هذا الحق، عندما قضى على التوالي في المادة مثلا 11، نص المادة 11 قال للمساكن والعقارات الخاصة حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه، ورعاية حماية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن. هذا بالنسبة لنص المادة 11، نصنا على حرمة المساكن.
نجي لنص المادة 12، نص أنه لحياة المواطنين الخاصة قوة تحميها أو يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا في خلال يعني إلا بإذن قضائي وفقا لأحكام القانون. هذا بالنسبة للمادة 12. أيضا المادة 13 نصت على أنه للمراسلات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها وهما مكفولتان، ولا تجوز مصادرتهما أو الاطلاع عليهما أو رقابتهما إلا بأمر قضائي ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون. إذن هذا بالنسبة للحقوق الشخصية التي نص عليها الإعلان الدستوري. نأتي بعد ذلك إلى أو ثانيا إلى حقوق الفرد وحرياته الأساسية في مواجهة الجماعة حسب ما نص عليها الإعلان الدستوري. هذه الحقوق متمثلة عندنا في حق المواطنة والانتقال واللجوء، وحق الزواج هنا وتكوين الأسرة حسب ما نص عليه في الإعلان الدستوري. حق المواطنة طبعا يمكن الاستكشاف من مجمل نصوص هذا الإعلان عندما يخاطبهم بأداء واجب أو تمتع بحق يتم وصفهم بأنهم مواطنين. يعني حق المواطن هذا المقصود به هو يعني هو حق الجنسية، يعني حق يعني لما الأشخاص بأنهم مواطنين إن هم يتم مخاطبتهم بهذا المصطلح. هذا في كل المواد الإعلان الدستوري يعني يمكن من خلالها نحن نستشف هذا المفهوم، إن يخاطب الأشخاص الليبيين بأن هم مواطنين، يعني نادى على حق المواطنة. أما باقي الحقوق فقد وردت كالآتي: أنا أول حاجة الحق في الانتقال واللجوء في الإعلان الدستوري، تضمنت المادة 14 من هذا الإعلان حرية التنقل عندما نصت على تضمن الدولة الأفراد وحرية التنقل بما لا يتعارض مع القانون، يعني نصتنا على حرية التنقل. أيضا المادة 10 من هذا الإعلان نصت على حق اللجوء، تضمنت هذه المادة حق اللجوء، وذلك عندما قضت أو عندما نصت هذه المادة بأنه تكفل الدولة حق اللجوء بمقتضى القانون ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين. ففي هذه الحالة الدولة أو الإعلان السوري تحدث عن حق اللجوء في الدولة الليبية، وأيضا تناول حق الانتقال. عندنا الحق الثاني هو اللي تكون في مواجهة الجماعة حسب ما نص عليه الإعلان الدستوري، أن حق الزواج وتكوين الأسرة، حيث نصت على هذا الحق المادة الخامسة من هذا الإعلان عندما قضت أنه أو عندما نصت هذه المادة أن الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، أن الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة، وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشأ والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. إذا نلاحظ أن الإعلان الدستوري نصنا هنا على حق الزواج وتكوين الأسرة من خلال أنه هو أن الدولة الليبية مثلا تشجع على الزواج وتكفل حماية الأمومة والطفولة وكل الحقوق المترتبة عليها، أيضا حق الشيخوخة وترعى الشباب والنشأ وخاصة وأيضا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا هذا مجمل الحقوق الشخصية التي نص عليها من الإعلان الدستوري، إضافة قلنا إلى حقوق الفرد وحرياته الأساسية التي تكون في مواجهة الجماعة، سواء كان طبعا نقصد بالجماعة الدولة أو غيرها من المجموعات الأخرى. فنصنا قلنا على حق المواطنة، حق الانتقال، حق اللجوء، وأيضا الحقوق الاجتماعية الأخرى اللي هي زي حق الزواج وحق تكوين الأسرة. بعد ذلك حنتعرف بإذن الله على بقية الحقوق التي نص عليها الإعلان الدستوري، مثلا زي حق الحقوق السياسية والحريات العامة والاقتصادية والاجتماعية، ثم نتناول فيما بعد هو الضمانات القانونية التي نص عليها الإعلان الدستوري للمحافظة على حقوق الإنسان وحريته الأساسية.